تحت وطأة الحرب منذ يوم السابع من أكتوبر، مئات الآلاف من الفلسطينيين تأثروا بتبعاتها الاقتصادية عليهم، حتى أصبح شبح الفقر والبطالة يلاحق سكان غزة. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال إن الخسائر الاقتصادية للقطاع قد تصل إلى أكثر من مليار دولار خلال الشهر الثاني من الحرب، بعدما كان توقع أن تصل إلى أكثر من 700 مليار دولار في الشهر الأول. الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي قال إن 90% من المنشآت الاقتصادية توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب، إضافة إلى توقف 148 ألف شخص عن العمل. معدل البطالة تجاوز 70% حالياً من 45 قبل السابع من أكتوبر. من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في القطاع إلى حوالي 90%. الخسائر الاقتصادية الفادحة أثقلت الحمل على الفلسطيني الذي تراجعت لديه القدرة الشرائية بعد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي وصلت إلى ما يزيد على 26%. كل إشي غالي، الملح ب30 شيكل الكيلو، الطحين 400 شيكل كيس الطحين، يعني ما فيش، ما خلوش ولا خلو إيش. الناس الوضع صعب بالمرة، ما حمش الناس مصاري تشتري أكل وشرب، اللي معاه بيشتري والمحوش بيضل نايم في مطرح قبل ما الله يحن عليه ويطبقوله في المدرسة. أما في شأن إمكانية عودة الوضع الاقتصادي بغزة إلى ما كان عليه قبل الحرب، فقد كشف الجهاز المركزي أن ذلك يعتمد على عدة عوامل، أولها توقف الحرب وقدرة المجتمع الدولي على إعادة بناء القطاع الذي تعرض 70% منه للتدمير، إضافة إلى سرعة توفير الإمدادات.